لا تقسم ظهرك لقوم. لكن كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل يزداد ذلك الإيمان العميق بأن تنهمر قوة أجيالنا الصاعدة كالسيل الجارف لتقول كفى خنوعا وكفى خمولا واخرجوا للمدنسين، فآن الأوان للمطالب أن تتحقق، وآن الأوان حتى نخرج من عنق الزجاجة لنتنفس الحرية والكرامة والتي ستعم ربوع الوطن. كغيره من الشبان الذين خرجوا مطالبين بالحرية ومناهضة هذا النظام الفاسد، ليلة 17 من فبراير وكأنها نادت عائلة الناجي خنفر بأن يكون أحد أبنائها من أوائل شهداء هذه الثورة قبل أن يشتد عودها، وكأنه نادى في ربوح ليبيا على امتداد الأفق بأن نوضح معالم الصورة ولن نسكت الأصوات في أفئدتها بعد الآن. إلا أن القدر اختار من خالد الناجي خنفر أن يكون من أول شهداء هذه الثورة ليبشر بجيل يزداد نشوة للانتصار، وليوصل للعالم بأن هذه الثورة اندلعت من لهيب شباب واع ومن أجل أهداف ومطالب واضحة. دخلنا ولمسنا تلك العائلة الصابرة، فالأمل لا يزال في قلوبهم وكأنهم يخاطبون ذلك الطاغية فيقولون اكتب ما شئت وارسم ما شئت ولا تخجل، فالكل مهان في نظامك. أخبرنا أيها الطاغية حينما تفيق من ذلك الهذيان لنحدثك عن تلك الأرواح التي أزهقتها وتلك الجروح التي تنزف من كل بيت ليبي. الناجي خنفر والد الشهيد خالد خنفر والذي دفع كل ما يملك لحراسة ابنه. وطبعا جيتنا وياه من المحل من غادي من قفل المحل، وجيتنا وياه هنا قام عزنا هنا في الحوش، وكان يبي يخرج قلت له خليك قاعد شوية، كانت أمه تجهز لنا في كوبي حليب، فأخذ هو طبعا كباية حليب وطلع دخل سيارته في الجراج، وجوه اثنين من الشباب خذوه معه. فجيتنا خفت عليه مش قاب انت لعب طبعا دائما يخاف، قلت له انزل، نزل معي ساكت ما رجعنيش ما قال لي شيء، نزل وبعد لحظات كي خرجت في جرت. انا جيت الخوف في المحل قلت له شفت خالد؟ قال لي لا والله ما شفت. جيت الخوف الاخر في المحل شفت شي خالد؟ قال لي لا والله ما شفتش. رجعت انا للمحل بعد يجي نص ساعة كي كلمني قريبا لي قال لي خالد وين؟ قلت له والله خالد شوي بعد شوي كان معي. بعد يجي نص ساعة كي جو خوتي الجارة ويتباكوا كان قبل حالي سرقوا لي خالد استشهد في فوق في السوق الفوقي ضرب كتيب الأمن. فطبعا الأمن الداخلي كان المكان الاستشهاد متاع في السوق الفوقي يعني في قرب الأمن الداخلي. وكأنه يقول لم يا بني في عيوني فمأساتي ستعيش معي في كل مكان، لم يا بني قرير العين. حدثنا والد الشهيد خالد عن علاقته بابنه والتي تحولت إلى صداقات حقيقية بين ابن ووالده. خالد صادق في أقواله وفي أفعاله، ورجل طبعا أمين، هنا طبعا مكلفة بعمل مهم جدا جدا، وكان أمين في عمله وصادق في قوله، ورجل عنده كلمة صادقة، ورجل يأمنوا فيه حتى أنا سخر على أمانات عندهم بمبالغ يعني مش سهلة، ورجل يعني صادق يعني بمعنى أنه يعني نقول لك يعني أمين بدرجة لا توصف.
وفي جميع الصفات الطيبة، رجل طيب مخلص في عمله، رضي يعني مع أبوه وأمه، رضي مع أخوته، مع أسرته كلها، تثني عليه بالخير، كل الناس تثني عليه بالخير. توجهت كاميرا القناة إلى داخل غرفة الشهيد، وكأن نسائم الحزن قد أبعدت خالد عن أمه، ولكن روحه ستظل تهمس في قلبها. والدة الشهيد خالد خنفر تحدثت إلينا وكأنها تريد أن تودع كلماتها في واد سحيق من تعابير جمة، فابنها خالد والذي استعمر قلبها واستوطن أفكارها والذي نام في عيونها. إن بر الوالدين يعني أول حاجة فيه، بعدين خالد إن دائما 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 إن يطلب في الشهادة، دائما يقول نبي إن شاء الله من مثل لنا شهيد، ودائما يعني إن الصلاة دائما يعني ديما لما يصبي يطلع من أي مكان يتوكلنا على الله، ديما التوكل على الله دائما عنده، مصحفة عنده، كتباته عنده، نقالة حاجات يعني الشخصية، ممتلكاته الشخصية. بصفتك كأم الآن كيف كانت علاقتك الشخصية مع خالد؟ أنا يعني أبنائي كلهم ما فاضش حالنا، لكن خالد دائما الرفيق الوحي، دائما معي يعني كل لحظة. مرات الساعة 11 في الليل نقول له نبي نطلع المكان، يقول لي هاي يعني نقول لك دائما، لما أن الحس فيه هو اللي دائما يعني دائما نجي نحضر زنوية في الليل ونحكي معاه، مرة تضايقني حاجة نجي نويه نبقى نحكو في الليل معاه، يعني دائما نحكي لأسراري، نحكي له حاجات الخاصة، دائما هو مقرب لي يعني. كيف استقبلتي خبر استشهاد خالد المرحوم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله الحمد لله يعني أنا بدينا أنا مات شهيد الحمد لله، يعني ساعتها يعني بالصبر ووار يعني، لكن بعدها الحمد لله تقبلت أنه أول شهيد، دائما طالب الشهادة. تبقى الذكرى الجميلة كالصخرة الصماء والتي يتحطب عليها قارب النسيان، ففي بعض الأحيان تعجز اللغة ببلاغتها عن التعبير حينما يتلامس الشوق مع الألم، كهذه الأخت والتي تحدثت عن أخيها بمدى من الكلمات. والله بالنسبة لي أنا كم أخ وصديق وأقرب شخص إلي، بالنسبة لي هو أقرب شخص للأسرة بالكامل، وفي نفس الوقت دائما من يتحدث معانا يقول اني ان هذا الشيء الذي يحصل في البلاد ما مش عاجبه ولا شيء في البلاد، يعني دائما انا نحث على الدراسه ونحث، يقول ما فيش حاجه، يعني يقول ان في طموح في هذا البلد على اساس بيتخرج دكتور او مهندس، يقول ليس في طموح في هذا البلد. وعندما جاءنا نبأ خبر اخي فلقد تألمنا كثيرا، ولكننا بعد المأساة والألم فإن قوة الله كانت قد أكبر من فجعتنا عليه، ويعني نحن صبرنا عندما يعني شفنا شبابنا مضحين بأنفسهم ونحن مستعدين أن نضحوا نساء، حتى بالنسبة لي أنا يعني قدم نفسي للوطن فداء لأخي وفداء لشبابنا وفداء لوطننا كل. هذم أبنائي، هو متعلق بهم، متعلق بالطفل الصغير، بالنسبة لطفلي هذا يقول لي أنا خاله حبيبي، باهي حبيبة هو يقول عليه، وما يتحملش في ولا حاجة، ودائما يزور يعني يزورني في البيت، دائما يتصل بي، ومهما نحكي لك ما نقدرش نوصف يعني. هذا عليه سلطة الرحم واجد، ما يحبش يزعل حد بالكل، وينشغل من المريض، ينشغل من المحتاج، دائما يبي يمد يد العون لكل أحد، كان مستحت يعني كل أحد يبي يمد يد العون، تحسي شغل، وكان واحد مريض ينشغل منه، كان واحد محتاج ينشغل منه، وخوته كلهم يعني هم يعني محمد شو حد شيء بالكلام. وستظل الأخوة تذكر أجمل لحظات الطفولة والصداقة بين أبناء عائلة شهيد خالد خنفر، ووصف أخوه تلك اللحظات قائلا: خالد هو الأخ الأصغر مني، كنا أنا وياه أصدقاء مشخوت، يعني يحكي لي نحكو مع بعضنا في أسرارنا، يشكي لي يعني تصير معه أي شيء يجي يحكي لي، وأنا كنت برضو نستعين به في بعض الحاجات، هو كان أصغر مني برضو، كان يعني عنده أفكار أكبر من سنة، هي صدمة. لكن كيف عرفنا أن استشهد ضد هذا النظام وأن قتل على أيدي، يعني تقبلنا الصبر، جانا صبر
من عند الله سبحانه وتعالى كشهيد، لكن ممكن كانت أن هو لو كان استشهد في أي مكان آخر يعني حادث أو هني ممكن كانت مؤلمة شوي، لكن استشهد من أجل الوطن، من أجل البلاد، من أجل رفع كلمة حق، من أجل أن حرية، من أجل من إظهار كلمة الحق، ومن إن إظهار أن مواطن. وجوه غائمة وحزينة وهشة مثل حبة الثلج، ومكسورة مثل جناح الطير، دفنت قلبها في الأرض، فأي نوع من الظلم هذا؟ هذه الأخت الصغرى والتي عجز لسانها عن الكلام إلا بأبيات شعر ترثي بها روح أخيها لتعبر عن كم من الحزن الذي بداخلها. قصيدة هذه على خالد خويا مطلعينها بلا دموع، تبكي على خيار ظنانة خالد وغيره يا بنت لجواد، غير خالد يفرق هو سبب مدعانة، علي حكم جير لا فنا لا بيت، حبس وقتل ياه يا مشكانة، وعلي روسنا نور ودار مجد، بالسواد خيط مين دار فنانة، بلهجار عقلنا وفينا قد، هتك أعراضنا وما تنحسب ليهانا، خضينا عليها مالها عديد، جايب عبيدنا ويريد ظنانة، صدوا لهم خيرة شباب البلاد، بنو سوق كلتهم مسك دكانة، بايع وشير يروح لاستشهاد. خطر عزيز عزيز اليوم جفانا، وسيب في جاوي مالهن سداد، العين كات ما دمعها فرحانة، لا تكفري هكي المولارات، علي روح خالد زغرتي يا فلانة، وزغرتي علي معاها شهاد. وتبقى هذه الأم والتي آمنت بأن الموت واحد والقدر واحد والشهادة واحدة، وهي تذكر أجمل اللحظات، وهي تنزف ألما على فراق ابنها، وهي تحمل تلك الملابس وترتب هذه الغرفة، وكأن خالدا لا يزال حيا. ولكننا نقول لك ما أعظمك أيها الخالد، لقد صنعت الحدث لأبناء ليبيا، وحطمت أغلال الخوف، وكشرت عن أنياب الليث، وكتبت ملحمة بدمائك الطاهرة. فالثورة هي أمل الشهداء، فلننتصر دائما لهذا الأمل.